يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لا يتركنا إلى ذواتنا قديما، وإنما تركنا إلى ذواتنا الإيمانية الإسلامية التي تبعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصبح المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم مأمونون على أن يسوسوا البشر بمنهج الله. فحين يقولون كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، فكأن للهداية عندهم مفهوما. ما هي الهداية؟ الهداية قلنا سابقا أنها الموصل للغاية من أقصر طريق، مش كده؟ هاد يهدين الطريق يعني إيه؟ يعني يوصلني إلى غايتي من أقصر إيه؟ من أقصر طريق. إذن هم حين يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يبقى كأن للهداية عندهم مفهوما. ما هو مفهوم الهداية عندهم؟ تحقيق شهوات نفوسهم. تحقيق إيه؟ يبقى تهتدوا يعني إيه؟ تكونوا على إيه؟ على هدى نحن، ونحن نريد أن لا يكون البشر على هدى البشر، لأن الهدى هدى الله.